الكمبيوتر ما يفهم إلا لغة الصفر والواحد، راح نسميه binary system، هو نظام الثنائي. أساسه شيء اسمه bit. البيت is a short for binary digit. Each bit has two possible values، إما صفر أو واحد. كلمة bit هي اختصار لباينري ديجيت. الباينري ديجيت هذا إما يكون صفر أو إما يكون واحد. كل مجموعة من البتات نقدر نسميها بايت. البايت هذا عبارة عن ثمان من البتات. إذن لازم أعرف إيش هو البت وإيش هو البايت. البت هو أساس الباينري سيستم. البايت مكون من ثمان بتات. ونتكلم الآن عن نظام الديسيمال سيستم اللي هو النظام العشري. الديسيمال سيستم المقصود به الأعداد اللي نحن نتعامل بها نحن البشر في حياتنا اليومية، اللي هي الأعداد اللي تبدأ من صفر إلى تسعة. سمي نظام الديسيمال بالنظام العشري لأنه الأساس حقه اللي هو الرقم عشرة. يعني أي عدد أنا أريد أكونه من الديسيمال سيستم رح ألاقي نفسي إني أكونه من الأعداد من صفر وحتى تسعة. كل عدد ديسيمال أندخله في الكمبيوتر لازم يقابله عدد باينري. فمثلا العدد 7 لو جينا دخلناه بالكيبورد راح نلاقي انه العدد الباينري الذي يقابله هو 00000111. ونشرح الان بالتفصيل طريقة التحويل من النظام العشري اللي هو الديسيمال الى النظام الثنائي اللي هو الباينري. راح ناخذ مثال عليه اللي هو العدد 7. نسوي جدول. في الجدول هذا نضع فيه أساس النظام الخاص بالباينري اللي هو مين؟ اللي هو الاثنين مرفوعا لأس. يعني أول خانة راح تكون اثنين أس، صفر اثنين أس، واحد اثنين أس، اثنين اثنين أس، ثلاثة وهكذا. فعشان ما أتلخبط على طول بالجدول أسأل نفسي، اثنين أس صفر يعني واحد، اثنين أس واحد يعني اثنين، اثنين أس اثنين يعني أربعة، اثنين أس ثلاثة يعني ثمانية وهكذا. أبدأ الآن أسأل نفسي، العدد اللي هو 7 العدد الديسيمال هذا ينفع أطرحه من 128؟ لا ما ينفع. طيب إذا أحط 0، إذا قدام 128 في الجدول راح أحط 0. نكمل الجدول. الآن 7 ينفع أطرح منها 64؟ لا ما ينفع، إذا أحط 0. 7 ينفع أطرح منها 32؟ لا ما ينفع، إذا 0. 7 ينفع أطرح منها 16؟ لا 0. الآن 7 ينفع أطرح منها 8؟ طبعا ما ينفع، إذا أحط 0. 7 ينفع أطرح منها 4؟ نعم ينفع، إذا لازم أحط 1. 7 لو طرحنا منها 4 كم يتبقى لي؟ 3، إذا أستخدم الباقي. الآن نشتغل على الباقي اللي هو 3. 3 هل ينفع نطرح منها 2؟ نعم ينفع، إذا أحط بالجدول حقي 1 ونشتغل على الباقي. الآن 3 ناقص 2 يتبقى لي 1. 1 ينفع أطرحها من 1؟ نعم ينفع، إذا أحط بالجدول عندي 1. اكتمل الجدول عندي بالأصفار والواحدات. وفي الأخير علشان ما ننسى المعلومة لازم نطبق كثير، لازم نحول الأرقام من ديسمال إلى باينري ونحاول نتدرب عليها. نكمل الآن اللي هو النكست سلايد.